أهلا بكم من جديد. بتوجيهات من القيادة الرشيدة وصل إلى ليبيا فريق إماراتي متخصص في تحديد هويات ضحايا الكوارث. الفريق بالاجتماع مع عدد من المسؤولين الليبيين في مدينة درنة، حيث عرض الفريق الخطط التنفيذية بخصوص كيفية تحديد هويات المتوفين بالتعاون مع الجانب الليبي، حيث أبدى الأخير شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا في تقديم كافة أشكال الدعم للمتضررين من الإعصار. ويضم الوفد الإماراتي مجموعة من الخبراء، ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة المنكوبة. بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، تم تحريك فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الإماراتي استجابة للحدث الطارئ الحاصل في مدينة درنة بليبيا. الفريق يضم مجموعة من المختصين والخبراء والاستشاريين في مجالات تحديد هوية ضحايا الكوارث. يعد الفريق الأول من نوعه استجابة لهذا الحدث في ليبيا. يضم الفريق نخبة من الخبراء من استشاريين في الطب الشرعي، في الطب الأسنان، خبراء البصمة الوراثية DNA، وأيضا خبراء في مسرح الجريمة والأدلة الجنائية والبصمة العشرية والعظام الجنائية.